وقف الدوام 25 الشهر. فأنا حاولت إني أقدر أساعد الطلاب بطريقة تانية. أنشأت حساب على اليوتيوب وبلشت أصور دروس في الإمكانات، موبايل وحامل موبايل وأقلام. قدرت أخلص المنهاج تقريباً بأقل من شهر ونص. طبعاً أنا دائماً بتواصل مع طلابي، عندي جروبات على الواتساب، عندي جروبات على الفايبر، مرات بنص الليل ساعة واحدة ساعة اثنتين الطلاب يتصلوا فيني وأجاوبهم. الواحد لما يقرأ لحاله ما بتوصل الفكرة، ولازم أستاذ يشرحك منيح. درست كتير منيح، جمعت بمادة الكيمياء 86 والطلاب استفادوا كتير، حتى لو الحظر وحتى لو الظروف مو كويسة. الحمد والشكر لله، الله ساعدنا.